بسم الله الرحمن الرحيم. إذا في هذا الفيديو غادي نحاول نكمل الدرس ديال المستقيمات الهامة في المثلث. عندنا نشوف الفقرة الثالثة هو ارتفاع مثلث. إذا عندنا واحد النشاط أ بي سي مثلث، أولا نشيل المستقيم المعار من النقطة أ والعمود على المستقيم بي سي. السؤال الثاني، ماذا يمثل هذا المستقيم بالنسبة للمثلث أ بي سي؟ إذا عندنا أ بي سي مثلث، غادي نرسم واحد المثلث. عندنا أ بي سي مثلث، أ بي سي مثلث، ثم من بعد غادي نرسم المستقيم المعار من النقطة أ والعمود على المستقيم بي سي. نرسم المستقيم المعار من النقطة أ والعمود على المستقيم بي سي. إذا خدينا مستقيم بي سي هو هذا، إذا هنا غادي نرسم المستقيم المعار من النقطة أ عندنا الزاوية القائمة. إذا ماذا يمثل هذا المستقيم؟ إذا هذا المستقيم اللي مار من النقطة أو العمود على المستقيم بي سي، شنو كيمثل بالنسبة للمستقيم ولا بالنسبة للمثلث أ بي سي؟ فهو يمثل ارتفاع المثلث أ بي سي. إذا عندنا المستقيم، السؤال الثاني، المستقيم المار من النقطة أ والعمود على المستقيم بي سي يمثل ارتفاع المثلث ولا يمثل ارتفاع للمثلث أ بي سي. إذا بصفة عامة شنو هو ارتفاع مثلث؟ إذا إلا خدينا ارتفاع مثلث، ما هو إلا مستقيم، إذا طبيعة ديالو فهو مستقيم، يمر من أحد الرؤوس ديال المثلث إما أ إما بي إما سي، ثم كيكون عمودي على حامل الضلع المقابل لهذا الرأس. مثلا الضلع حامل المقابل ديال بي ديال أ فهو مستقيم بي سي، الضلع المقابل ديال الرأس بي اللي هو أ سي، الضلع المقابل للرأس سي فهو الضلع أ بي. إذا هذا هو ارتفاع مثلث. إذا نشوفوا تعريف، تعريف هنا ارتفاع مثلث هو مستقيم، إذا ليس بقطعة ولا بنقطة، إذا هو مستقيم يمر من أحد رؤوس المثلث. إذا هو مستقيم يمر من أحد رؤوس المثلث والعمود على حامل الضلع المقابل لهذا الرأس. إذا العمود على حامل الضلع المقابل لهذا الرأس. إذا غادي نشوفو مثال، عندنا مثال نرسم واحد المثلث. عندنا مثلا ام ان بي، اذا نرسم الارتفاع ديال المستقيم المعار من النقطه بي. عندنا مثلا الا خدينا هذا المستقيم فهو يمر من النقطه بي وعمودي على المستقيم ام ان اللي هو حامل القطعه ام ان، مثلا نسموها النقطه اش. اذا خدينا بي اش فهو الارتفاع ديال المثلث ام ان بي، لان اخذنا المستقيم بي اش، المستقيم بي اش هو ارتفاع للمثلث ام ان بي، اذا هو ارتفاع في المثلث ام ان بي. اذا هذا هو الارتفاع ديال المثلث. ثم من بعد غادي نشوفوا واحد التمرين تطبيقي. عندنا وجه جي مثلث بحيث جي او اف اي كتساوي 100 درجه. اولا نشي ارتفاعات المثلث او اف جي. السؤال الثاني ماذا تلاحظ؟ اذا غادي نرسمو مثلث او اف جي، ماذا مثلا هنا اف و عندنا او، ما ننساوش بان الزاويه جي او اف كتساوي 100 درجه، اذا ضروري خصنا نرسمو 100 درجه. اذا غادي نجيو الراس ديال الزاويه او ونرسم. إذا عندنا صفر، عشرة، عشرين، ثلاثين، أربعين، خمسين، تسعين، مية، مية درجة هي هادي. ومن بعد نرسم هاد الضلع، ثم غادي نرسمو النقطة جي.
ثم السؤال الموالي، عندي شي ارتفاعات المثلث وهي في جدار، رسم الارتفاع ديال المضمار من النقطة او والنقطة اف والنقطة جي. اذا غادي نبدا بالنقطة او، هذا رسم الارتفاع. اذا قلنا هو مستقيم يمر من الراس او والعمود على حامل تل اف جي، يعني مستقيم اف جي. كان هو الارتفاع الأول من عند التعامد، ثم غادي نرسم الارتفاع ديال المار من النقطة جي، ديال خدينا النقطة جي. إلى جينا النقطة جي هنا التعامد، قلنا بأنه هو مستقيم يمر من رأس المثلث وعمودي على من أحد رؤوس المثلث وعمودي على حامل تل مقابل هذا الرأس. إذا غادي يمر من النقطة جي وعمودي على مستقيم إف، إذا هنا ضروري خصنا نطولو المستقيم إف. ثم غادي نرسمو العمودي، إذا هنا كنجي لهنا كنرسم العمودي. إذا كتلاحظ، إذا هذا هو، إذا هذا هو المستقيم المعار من النقطة جي وعمودي على حامل تل مقابل لهذا الرأس. إذا نردو البال هاد الحالة، إذا هنا عندنا تعمد. إذا هذا مستقيم يمر من النقطة جي وعمودي على مستقيم اويف، يعني حامل تل اويف، ما قلناش القطعة. ثم غادي نرسمو المستقيم أو لا ارتفاع المار من النقطة اف، من النقطة اف كذلك كنلاحظ ضروري خصنا نطولو الدلع او جي. ثم غادي نرسمو الارتفاع الثالث، إذا غادي نجيو ونوضعو كما كتلاحظو. إذا هنا عندنا التعامد كذلك، ها هو. إذا الارتفاع المعار من النقطة F والعمودي على حامل تل أو G، إذا عندنا النقطة E من النقطة G. ثم إذا الارتفاع الأول هو هذا، الارتفاع الثاني هو هذا، الارتفاع الثالث هو هذا، ثم ماذا تلاحظ؟ كنلاحظ بأن الارتفاعات ديال هذا المثلث، يعني الارتفاع الأول هو هذا مع الارتفاع الثاني هو هذا مع الارتفاع الثالث، فهما كيتلاقاو عندي في نقطة واحدة اللي هي هذه النقطة. إذا نلاحظ أن ارتفاعات مثلث تتلاقى في نقطة واحدة. إذا مفهوم جواب هذا الهلم، إذا لاخدين الارتفاعات كذلك ديال المثلث هي تتلاقى في نقطة واحدة. وبعد كون سنتسعد إلى التمرين، اللي عنده شي سؤال مهم شي حاجة خليها في التعليق. والسلام عليكم ورحمة الله.